صلوا على النبي صلوا على الحبيب سيد محمد اطلع السلام عليكم ورحمة الله. السلام. الحبيب يا مفيكة
na baada ya saa moja kuna ziara tayari. Yeye atangia hapa ataswali ya mutakdim. Alhabibi ataswali ya mutakdim. Wale wengine wanafunzi na wageni ambao kwamba hakutabaruku watakwenda fumwani kule tabaruku. Yeye Alhabibi baada yake atapika mahala apate kupumzika na wale wageni wake. Basi Mbao kule mgeni aende kule pumwani mkisha kuandawa Fatih Fatih ya kwanza ya kumkaribisha yeye. Hada masjidul jamia Habibi. Hada masjidul mawjud bunya sana 930 Masha Allah. Fi hayati sana shaka bagar misali. Hunda msikiti wa juma wa njengo maka 930 alikuwa shaka bagar misali mkuu hayo wakati huo. Fi hayati shaka bagar misali. صلوا على النبي يبارك في جماعنا يبارك في لقائنا يبارك في حضورنا يبارك في توجهنا يبارك في دعواتنا يبارك في هذه الذكريات في هذه المناسبات يحتفح بها أبواب العنايات الكبرى والرعايات العظمى وأسرار من مضى في هذه البلدة أحبنا صالح بن علوي جمليل وأولاده وحبيبنا محمد عدنان الأهدل وجميع المتصلين بذاك المقام والمستهيرين في تلك ذلك المنهاج على من استقام الله يعيد عوائده علينا ووصولهم الكرام من أهل بشار الأكرمين وحيبنا علي بن محمد الحبشي وأهل الوادي المبارك وأهل البقيع الغرقة والحجون والمعلاء والشبيكة الله بهم وبوجهاتهم ينظر إلينا وإليكم ويصلح قلوبنا وقلوبكم ويصلح أحوالنا وأحوالكم في الدين والدنيا والبرزخ والآخرة واجعلنا من أهل الوجوه الناظرة التي إليه ناظرة واجعلها ساعة إجابة تصفو فيها المشارب وننال فيها غايات المطالب وتندفع بها عنا وعن أهل هذه البلدان وعن الأمة المصائب والنوائب ويحول بها الله الحال إلى أحسن حال ويطفي نيران هذه الفتن والحروب والشغوب ويدفع شرها عنكم عنا وعن أهل هذه البلدان وعن الأمة في جميع الأقدار ويبلغنا الأمال والأوطار ويجعلها ساعة من أبرك الساعات ويزيدنا زيادات ويسعدنا بأعظم السعادات ويكتب لنا كمال حسن الخاتمة وراضنا عنا يا الله بمحبوبيك طلبناك وبأهل حضرتك سألناك ومن فضلك رجوناك ولما عندك أملناك فجد علينا بواسع فضلك بما تصلح به شؤوننا كلها وتدفع عنا الشرور كلها وتبلغنا الأمال كلها في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه Sasa maomba wale wageni waende kule pumwani wakatabaruku. Hawa kina Habibi Omar wataswali hapo wakapeleka mahala wapumzike, tutakutana nao kwenye ziara. Na nasiri tasala saa 9:30 dakika 5 ya standard. Saa 9:30 dakika 5 kutaswali nasiri. Kwa sababu wakati utosha. Tasali roda. Ah, wale wageni wote na wanafunzi waende kule pumwani. Oh,
قيامة. صلوا على النبي، صلوا على حبيبكم البخيل من لا يصلي على النبي. يا الله ما انا محمد الفريق السعودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على حفظ يا رب حبيبنا علاوي شبيك رامي الفاضل. السلام عليكم على جدكم سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى الأمد المزيد سنوح محمود الصالح إبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم النبي المرسلين على جميع أسرة نجيبين وخير أسرة إبراهيم مكرمة رب العالمين ملك الرحمن جميع الملائكة المقربين يا ملك ملك وتعالى على جميع أهل بيت النبوة وأولياء الله في الأمر أهل والدينا وأولي العالم الخاصة مزاهم تاهم سيما حمل الدين عامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى الدخل في أرقام في زكاة شمس ذلك المهدي. السلام عليكم أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله فوجدتم لا إله إلا الله اللهم بحق لا إله إلا الله اغفر لنا ولمن قال لا إله إلا الله اللهم اغفر وارحم يتهجر به المؤمنة أسلم ورحمك وسلم منا. السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. السلام عليكم طبتم فطرورها خالدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدد ما خلقكم إلا ما خلق عدد ما فرج والسماء إلا ما فرج والسماء وعدد ما أحصى كتابهم إلا ما أحصى كتابه وعدد كل شيء هم إلا كل شيء يقول أحسن بلد الخلق إلى أبانا شهدنا تعاشهم ذات الكلمات. Sasa inshallah taala tusoma surati Yasin. Waliye Mwenyezi Mungu thawabu zafikie hapa tunakusudia alarif billah alhabib Muhammad bin Abdullah al-Ahdal na jamii ahadila ambao wako hapa wote takriban aktharuhum ahadila wa fi Sheikh Abdullah Zubair, Sheikh Abdullah al-Qadir al-Ahdal wa Sayyid Umar al-Ahdal wa Sayyid Ahmad al-Ahdal وكثير منهم واولادهم الحبيب احمد الحبيباني كلهم الاهادله ووالد السيد حسن بن احمد بدوي وجميع اهل توبة اجمعين ومن راجعه ومن قارب الشيخ محمد بن علي والشيخ محمد بكثير بن سالم وأهل الشيخ عبد الله بكثير واهل توبة اجمعين. ان الله تعشاهم بالرحمه نقرا ياسين لهم خاصه ولاولادنا ولوالدينا ولذوي الحقوق علينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم أنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤكم غافلون لقد أخذ قوم أهل الذرين قولا يمينون إنا جعلنا في أهلاك الأقلال فإلا خالفهم مطمحون وجعلنا بفيئين سترا ومن خلف سترا فأغشيناهم قوم لا يبصرون وسواء عليك أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونتلو ما قدموا وأثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون
قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيعنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء الأقصى الذي رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرهم مهتدون وما لي أن أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردوا الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين يا رب بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي أجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون فإن كنا لما جميع لدينا محضرون وآتوا له الأرض التي تحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأنابيب فجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون هذا الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ من النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذرية في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون فإن شاركوكم فلا صديق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين شيئا يقول لهم كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد الكرم المصدق يا ربي صل على محمد أحلى الورى قلبك يا ربي صل على محمد أفضل من بيتك صلي على محمد وعلي ومن للحبيب يا عزيز
بسم الله مفتاح الكلمات الحسان الرحمن المتفضل بالجود والإحسان الرحيم ذي النعمة المنعم بالألطاف والامتنان الحمد لله شاهدا بأنه وحده لا إله إلا هو المعبود رب العالمين كل له خضر وشهد الرحمن الرحيم الذي أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم للكرم والجود مالك يوم الدين يوم الحق اليقين وقيام الناس لرب العالمين يوم الفصل بين الخلق أجمعين فسبحانك يا من تقول له الألسنة المؤمنين ويتوجه إليه خطاب المذنبين في كل وقت وحين وإياك نستعين إلهنا مولانا بجاه حبيبك ذي القدر العظيم سيدنا محمد المخصوص بالرفعه والتكريم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ان ناديتم من اسلافنا واجدادنا وسائر عبادك المقربين غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا الله يا الله 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 يا الله بالنبي المخفى قم بنا يا ابن عدنان Sir, wow.
الله الله يا الله بالنبي المخافى قم بنا يا بنا عدنا أعطنا مبتغانا كلنا نحن وأخوان وقفنا شر الأعداء حاسدا كأوشا نحرم كل خذلان Bye.
طلبنا منك يا خير وقم الله يا مولاي واقض حاجاتنا فينا على I'm not afraid of the dark.
Thank you.
Thank you.